اللي وقع اخويا هو ان التران الاخضر خارج من الصيانه والتران الاحمر الاخر جاي الطريق ديالو دغوات مي ما جايش اون بلان فيتاس اوغوزمون وما كاينش شي موتا ولا حاجه كاين هاد ديكا ماتيريال هاد التران الاخضر راه ديفيا من السكه ديالو خرج من السكه ديالو والحمد لله والشكر لله هذا غير نتيجه على التهور ديال الانسان وصافي. السلام عليكم. المهم واحد القطار جاي من الرباط قبل ما يوصل لكازابور قبل المحطه ديالو خرج واحد القطار كان ممكن ربما كان في الصيانه وقع واحد الصدام بيناتهم واللي حصل لحظ ما وقعتش شي ديغا امام ما كانش شي وفيات وكنتمنوا من الله هادشي ما بقاش يتكرر وكنتمنوا من المسؤولين باش يحرصوا على هادشي ما يوقعش وكنشكركم على هاد الزياره والسلام عليكم. حصريا على موقعنا، هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ هل لديك إعلان، إشهار لسلع، آلات، ماكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ تختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبك. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة. نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج.